اسمع 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 شيرولك وكسين and we're back again في مقطع مليوني جديد راح ندمر الدنيا. السلام عليكم أعزائي السادة الكرام، عزيزي وعزيزتي المشاهدة، بدأت مسيرتنا الجميلة والحمد لله في المليون مليونين 3 4 5 6 7 والله كثير ما لي خلق أكمل. والآن يا جماعة والحمد لله 24,999,745 دايم. قبل لا ندخل 25 مليون ودي أستغل اللحظة هذه بأني أقول لكم شيء. والله يا جماعة أبدا ما تخيلت بحياتي أني أوصل المكان اللي أنا واصل له. والله ما تخيلت. أدري أكثر مرة أزعجتكم بالكلام هذا بس والله ما تخيلت. أنتوا تدرون أنا وين بديت؟ تدرون والله الحمد لله أنتوا تعرفون قصة هجرة 970. انا مللت يا جماعه، دقيقه بجيب الشباب. الو 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 يوسف، اقول لك باقي 20 مشترك على ال 25 مليون. تعال يا رجل تعال، الوضع ما لنا باحتفاليه يا اخي. والله يا شباب كفو والله. دقيقه يا شباب انا ضحك. الله يا جماعة الله، جفا جفا 25 مليون. شوفوا بيني وبينكم يا جماعة، أنا أعرف على إنه بيصير احتفالية مع الشباب، يعني سوينا نفس الأشياء لكل مليون نسويها، بس كيف مثل هذا؟ وين؟ هذا مو كيك كرتون. ألو يا جماعة، بدون لا أطول عليكم، ولأنا وصلنا الحمد لله دائما وابدا مثل ما تعرفوا في كل مقاطع مليونيه عندنا 3 أشياء مهمه. التحفيز شيء مجنون اسويه افرح فيه نفسي وافرح فيه الناس، وارقى انواع السعاده هي انك تسعد الناس، لما بسعد الناس انا بسعد الله. والثالث شيء وهو اخر شيء وانتم عارفين، ربي يجعل ميزان حسناتنا مشروع خيري، ربي يجعل في ميزان حسناتنا. فاليوم يا جماعه عندنا مشروع خيري جميل. بكل بساطه يا عزيزي المشاهد، نحن بشهر الفضيل، شهر رمضان الكريم، واخر 10 الأواخر، ربي يجعل في ميزان حسناتنا ويتقبل صيامنا وقيامنا يا رب. كشخص ربي انعمني بمحبتكم، كشخص ربي انعمني ب 25 مليون. هذه مسؤوليه ربه. ربه؟ اي مسؤوليه كابتن، انت عربي ما تعرف تسولف. هذه مسؤوليه والله، ربي ان شاء الله يجعلها في ميزان حسناتنا يا رب. بكل بساطه تخيل يا عزيزي وعزيزي المشاهده، بدرهم واحد، تعرف يعني كم الدرهم واحد؟ يعني 0.3 سنت دولار، يعني بالدينار الكويتي 50 فلس، وبالدينار الاردني 200 فلس يا رجل، وبالدينار العراقي 400 دينار. 400 دينار كثير، انتوا عملتكم بالعراق شلون؟ وبعمله اليابان 34 ين، وبالاخير بالليره اللبنانيه. اهلي وناسي تقبروني، شو بحبكم، تمشوا على ابري. 400 ليرة لبناني. كل شرف اني اكون من ضمن هذا المشروع الخير، وربي يجعلها في ميزان حسناتنا. واتمنى اتمنى منك يا عزيزي المشاهد، اذا تقدر تساعد فانت تتكلم عن درهم، راح تساعد في انسان محتاج للطعام. باذن الله كل واحد فينا يتكفل باكثر من وجبه لاكثر من انسان، وتذكر ما نقص مال عبد من صدقه، ومن تاجر مع الله لا خساره فيها. عشان كذا اليوم يا جماعه مثل ما تشوفون يا جماعه، يعطيكم العافيه، عطوني الكرتونه هذه فيها تقريبا 100 وجبه الكرتونه هذه، راح نطبخ الاكل هذا ونوزعه في افطار الصائم، ربي يجعله في ميزان حسناتنا ان شاء الله كلنا، حتى انت يا عزيزي المشاهد، لان انت لك السبب بكل شيء قاعد اسويه، لان انت اللي وصلتني للمكان اللي انا فيه بعد الله، انت اللي ادعمتني بالفرص هذه، فهذا الاجر لي ولك يا عزيزي المشاهد.
وعزيزة المشاهدة طبعا. إذا عندك القدرة أنك تساعد ولو بدرهم واحد، الرابط تحت بالوصف، راح تلاقون رابط المشروع الخيري. تقريبا الآن واصلين لحدود 600 مليون وجبة، ما بقى إلا 400 مليون وجبة، المشروع بإذن الله راح يخلص، لأن أهل الخير موجودين كل من ضمن هذا المشروع كالعادة. مثل ما أقول، كل ما تشوف الخير أمامك لا تسكره أبدا، إذا كان الباب هكذا افتح أبوه، لأن الخير هو اللي يدوم. كل شيء عندنا راح يفنى بعد موتنا إلا الأعمال، الأعمال هي اللي راح تدوم معك. المهم خلنا نروح نوزع يا عزيز المشاهد. وصل الخير يا جماعة، وصل الخير الحمد لله. طبعا الحمد لله يا جماعه، وصل الباكج. هذا الباكج اللي طلبناه اللي فيه 100 وجبه. خلينا نشوف شنو في داخل. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله، الطحين، فول، تمر، رز، زيت، معكرونه، ما شاء الله تبارك الرحمن. اه ناسي شيء واحد. شنو؟ اللي هو العسل، اللي هو هذا. اوكي يا جماعه، الان انا والشباب الطيبين الله يعطيهم العافيه راح نجي على ميزان حسناتنا، راح نطبخ وراح نتاكد اذا تكفي حق 100 واحد ولا لا. تكفي حق 100 واحد ولا لا. الحمد لله يا جماعة، يلا تأخرنا يا جماعة قبل يأذن، لازم نفطر 100 إنسان، يلا بسرعة يا شباب. انت شو قاعد تسوي؟ آمين، أنا عزيزكم، شو شباب؟ خلصوا، يلا نبي 100 وجبة، يلا وجبة. يلا يا شباب، يلا أنا ممكن بس أشجع يا جماعة، يلا يلا يلا، باقي نص ساعة على ذان. شيل على السيارة يا شيخ، شيل على السيارة، شيل شيل. آسف قاعد أشيل، قاعد أشيل. كم وجبة شايل؟ 20. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم مدير. السلام عليكم. السلام عليكم. وانت ياذن، خذ خذ. هذا عذاب بعد شوية. شنو؟ يا غبي. أذن أذن، شلون نفطر الحين؟ أجر يا شباب، احتسبوا الأجر. ليش تبغى كل واحد شوية؟ مو مشكلة. كل واحد أذن. رجعنا مرة أخرى للست أب. أدري أنتم مللتم من الست أب، بس ما راح أطول عليكم، لازم أقول لكم الكلام هذا قبل أن ندخل بالقنبلة الموقوتة اللي راح ندخل فيها. الشيء الأخير إني أسوي شيء أسعد فيه نفسي أو أسعد الناس اللي حولي، لأن أرقى أنواع السعادة هي إسعاد الغير يا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة. بكل بساطة عزيزي المشاهد، اللي سويته كالآتي، بدون أطول عليك، تتذكرون يوم جبنا السيارات للشباب الصغار؟ جبت لهم سيارات، الشباب اللي جو معاي هنا الإمارات ما جبت لهم ولا شيء، فصراحة حان الوقت لنعوض. شو لا طول عليك عزيز المشاهد، رح جبت لهم سيارات، خلصوا ردة فعلهم، بس شنو، ما راح ياخذون السيارات الا نسوي معاهم تحدي مضحك راح تشوفونه الان. يلا فهد. السلام عليكم. عليكم السلام شباب، ورجعنا من جديد. هذا الماسك يستخدم من اجل شنو؟ قضوا مصاركم، قضوا مصاركم. بالله لو مغلب نفطر كل خرا، انا نفسه كل خرا والله لا خليك تتحسف اذا طلع مغلب. بسم الله الرحمن الرحيم، فلنرجع الله. يلا شد طويه، تعال خلصنا، كمل كمل. ايوه تعال انت عمي، امشي عم امشي. طيب انا ما نزلت الكمامه، ليش تضرب؟ اسف، احترم القانون. حب انت ايش قاعد تسوي؟ قاعد اسمع ضرب بعيد. اوكي يا شباب يعطيكم العافيه، ما نطول عليكم زين، والله صدق بدون مزح ولا اطول عليكم السالفه. بكل بساطه اللي راح تشوفوه قدامكم، اقسم بالله لكم والله العلي العظيم، بس قبل لا تفتح ركز معي بهالكلمه، لا تتحرك من مكانك لانك راح تلاقي خط، اللي يتعدى الخط والله لا يطلع برا. حبيبي انت وياه، شيل عينك يا زلمه. اسمع 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 اسمع، شيل عينك وشيل. سيارة حمراء منو؟ ايوه. تعال سؤال جميل، الاخ الجميل قال سيارة الصغيرة هذه حق منو؟ بكل بساطة
السيارات اللي قدامكم هذه كلها لكم. الفكرة بكل بساطة في أربع تحديات بما تشوفوا قدامكم، هالأربع تحديات الآن قدامكم راح أسويها بالضبط بالسنتيمتر بنفس الكلام اللي راح أقوله، اللي راح يوصل للسيارة راح يختار من بين الخمسة. أول واحد رجع أنا ما أي واحدة غالية، أي واحدة غالية كله غالي يا ولد كله غالي. أزاي شباب ركزوا معاي، كالآتي راح أسوي التحديات اللي قدامكم، أي غلط راح ترجع تعيدها مرة ثانية، أي غلط رجعتك تعيدها مرة ثانية راح تكون آخر واحد، وأنا ما أتوقع في أحد يبي السيارة الصغيرة هذه. أول واحد راح يكون له الاختيار اختار من بينهم، ثاني واحد راح يكون له اختيار اختار بعد باقي أربعة، ثالث واحد راح يكون له اختيار يشوف باقي ثلاثة، آخر واحد راح يأكل خرا. أول ما يعطيها الإنذار أبو حمد تبدأ سيدة هنا اللعبة هاي بكل بساطة، تكون مثبت إيدك كده أيوة أوكي دبر حظك. أول ما تتحكى سيدة على اللي بعد خلصتها سيدة تعشق السلاح 1 2 3 طير الثلاث. آخر مرحلة يا حبيبي أنت وياه بكل بساطة تمسك الكرتون الجميل هذا بدون لعبة المبزرة تدخل إيدك وتطلعه كامل حبة حبة، تمسك اللي برا تدخل إيدك داخل والله أشوفك الكاميرات تصيدك، إذا فزت أشوف المقطع شفتك غاش أقسم بالله أخذها منك. جاهز يا وحش؟ جاهز؟ أول مرة أشوف حلمي قدام عيوني يا كبير. أنا اللي جاهز حبيب أنا الأول. طيب يلا طيب قبل لا أدش شو السيارة الباقي؟ الباترل شارجر عيوني يا كبير الدوج يا كبير الدوج أي واحد غير الحمراء هذه تشالنجر يا غبي تشالنجر؟ المهم غالية تشالنجر أكيد باترل أو تشالنجر ما حد بباله ياخذ الصغيرة هذه أكيد بس إلا واحد راح ينجبر ياخذها. أوكي يا أبو حمد عندك التجهيز عندك والله جابه من الذين والله جابه اي شو تقدر متعوش اي اوه والله وعي ولك العب ولك العب شكلك ولك مقاتل مقاتل دايب تضغطه ايوه تعال شدها ولك قدر قدر يسويها خذها خذ اللي ببالك يا وعي وبلي بالك بل 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 يا رجل خاف 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 عن نعمة وخليدك وال والله كثير خلاص حسن لا لا مسكين سالب بقتله واحد كمل ولا تروح trying to move but it's hard I'm out ولك فاز الوعد اقسم بالله لو طلعنا اخو اقسم بالله مو والله لا كمل 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 اوه بسرعه 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 جابها 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 اوه جابها ابا يا حسام ابا ايوه بسرعه بسرعه ولك بسرعه منهم منهم تعال خلص دقيقة وقف تعال ارجع انت ما خلصتها ما خلصت تعال شوف سيارة الحبيب خلص اجيب الطرق شباب بالله عليكم بلحظة تحصل للأخ الكريم حسام حلمك تعال كمل سوف أصلي لأجلك قدر علي عادي يا زلمة عادي تتعوض يا وحش تتعوض يا زلم تتعوض استريح شباب بالله عليكم ركزوا بالله يا الله والله جميلة يا رجل والله لحظة سيئة ارضى باللي موجود ارضى باللي موجود الله يعينك
سنة زيت وفلتر وبنزين. هاي 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 تشيل أربعة ولا تشيل أربعة هاي ولا تفكر؟ تشيل 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 تفضل تشيل لك حسن نصيحة يشيل الغربة وياك. ما شاء الله تبارك الرحمن. اسمع الصوت. الحمد لله يا شباب. الحمد لله. طيب مش شغال؟ تشتغل اي ولا لا؟ هزوني يا شباب تهزوني. تعال تعال تهزوني. يلا. لا اله الا الله. حسب اخوك حسب اخوك. الله يوفقك. الحمد لله. موفق يا حلوة ما شاء الله. جميلة جدا. تمشي معي يومين ثلاثة. طلاب هاي بدي لها زيت والحفاضات. بالله مرجلة حبيب. وال شو هالمشاعر؟ نظف سيارتك يا اخي. على التحدي اي معك. خلاص هاد ايش فيك يا اخي؟ يا اخي حسن اقسم بالله انا ليس ما عنده حلو. بس اصبر في كلام هني مكتوب الحين يطلع ترجم لي اياه. اصبر بس يطلع. شنو انت تعرف انجليزي اكثر مني؟ 47 كيلومتر. لا 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 كلام بالانجليزي ما يطلع شيء. ما تشتغل السياره يا اخي. يا حبيبي انت هدي لي حالك. شنو موف ستارت بوتن عن السي كي. هذا تدخل مفتاح. شوف ما في مفتاح. شو جايب السياره من غير مفتاح؟ تستهبل انت. بالله عليك هذه اغيتي هاي. بالله حبيبي ولك ما اشوفك بعيني. عندي مرسيدس. انا احسك ما تعرف بين العار. عندي مرسيدس ما اشوفك بعيني. الماني زين. بي و اعرف الماني. بي وار ودي دي حق شنو؟ دي سيده. ار سيده. ان سيده. كله سيده. سياره صغيره شنو نوعها؟ ميني كوبر. هاي شنو نوعها؟ تشالنجر. حلم تشالنجر والواقع ميني كوبر. هاي مين ابي فيل ليس ليت فيل ذس يو نو اي سبيت نو كاب وان اي كيلد. والله السيارة هاي إن شاء الله This I'm better hit him with the rest, let him hear this. Where this war tour better be a field trip. Yeah, sack it up and then I double it. No time for mumbling. Show him where.